برجع لحضراتكم مره تانية ومشاهدينا، وزي ما احنا متعودين معاكم دايما في مصر جميله بنهتم جدا بالارتقاء بالذوق العام في مختلف المجالات. الشعر دايما بيكون ليه دوره وتاثيره، واختيار الكلمه واختيار اللحن واختيار الذوق العام ده بيكون مسؤوليه لكل انسان بيعمل في هذا المجال. علشان كده دايما من خلال مصر جميله بنكون حريصين ان احنا يكون معانا من يختار الكلمة واللحن ويقدم لنا مجموعة متميزة من الأعمال. اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيوفي اللي مشرفيني النهاردة. برحب بالأستاذ عيد أبو حجاج الشاعر السكندري، أهلا بك يا أستاذ عيد منورنا. كمان برحب بالأستاذ عنتر البلاسي الملحن ومطرب أيضا، أهلا وسهلا منورنا. وكمان الأستاذ فتحي عبد الغني عازف البونجيز، أهلا وسهلا منورنا. اسكندرية أكيد الجو فيها أفضل من هنا ولا إيه الأخبار؟ اكيد اكيد نسبيا. البحر بقى البحر والرطوبه وهوا البحر مش كده؟ أيوه. كل سنه وانتم طيبين. وخلونا كده نبدا مع حضرتك استاذ عيد ونقول الاشعار وازاي بتؤثر في الذوق العام بالنسبه للمجتمع بشكل عام. طيب، هو انا مبدئيا بشكر حضرتك وبرحب طبعا باهل القاهره، وترحيبا باهل القاهره مبدئيا بقول اسكندراني اسكندراني طرح شباكه عند المعز طلعت له بلطية، يا اهل كيرو الله يديم العز سمكتكو في عينيا، اسم النبي حرسك على العود وعلى الرسمة صيد السمك يا رزق، وانا راضي بالاسم. رميت شباكي للقمر طلعت لي مبتسمة، هلت كما النسمة بكفوف محنية، اصل القمر في السما ايه جابه في المية، سكنت في قلب النمى في الروح معدية. الله جميل، يعني ده كده تحيه من اهل اسكندريه لاهل كايرو زي ما بنقول. بنمس على اهلا وسهلا بيكم ومنورينا. ويعني الشعر بيتاثر كتير بالطبيعه وبالجو، فالشعر الاسكندراني اكيد جو البحر كمان بيأثر عليه مش كده ولا ايه؟ اكيد طبعا اكيد. كنا نبدا نقول حاجه للصبح، بانوراما على الشارع المصري عموما. اوكي يلا نسمعها بسرعه. الصبح صبح علينا والشمس مبتسمة، الصبح صبح علينا علينا والشمس مبتسمة، والكون براح بينادينا قوم قوم نحضر الاسم. الصبح صبح علينا والشمس مبتسمة، والكون براح، الكون براح بينادينا قوم نحضر القسمة، والطير بيرمي السلام، والطير بيرمي السلام، ومزاجه آخر تمام. الطير بيرمي السلام ومزاجه آخر تمام، وعشان ملوش في الحرام بيصاحب النسمة، والطير بيرمي السلام
مزاجه آخر تمام، وعشان مالوش في الحرام بصاحي من اسمه. صباحك صحصح الشارع على القهوة وشق الريق، صباحك صحصح الشارع على القهوة وشق الريق، صباحك سبح الخالق ووزع رزق للمخاليق، صباح فتح بذكر الله وقضى الفرض في معاده وبيشكر ربه على الصحة ومن حمد الكريم زاد. صباح الصحية من بدري بتغبز عيش لأحلامك، بتدعي يا رب روح يا ابني إلهي حلي أيامك، صباح البصة من الشباك تشوفك يبتدي يومها، يوماتي بتصحى تستناك بنظرة عينك الصبحة بتحلم تبقى من كومها، صباح الرجعة من الملهى وماشية تلم في هدومها بدون مكياج ولا بودرة عشان عارفة عليك هتفوت، صباح الخارجة بالخضرة تجيب لعيالها حق القوت وتدعي يا رب قويني على ولاد اللي أخدوا الموت، صباح درويش شايل سبحة، صباح درويش شايل سبحة وماشي يبخر الملكوت، صباح درويش شايل سبحة وصالب طوله على النبوت ورامي حموله على المولى وماشي يبخر الملكوت، صباح الخارجة للجامعة وبلط أبيض على إيديها، صباح البيت على الدمعة عشان سابها وخلي بيها، صباحك يعشق، صباحك يكره القافل ويعشق نغمة التفتيح، صباحك فول مع فلافل وبصلة تفوق الغافل وفلفل بعد منه تهيح، صباح بيفطر المساكين، صباح بيفتح الدكاكين وفاتح حضنه للراجعين وبيطبطب على الخارجين، صباحك لسه قلب ابيض على الفطرة وكفك لو يمس رغيف نشف يطرى، صباحك مصري لا بيحسد ولا بيكره، صباح صالح عليك روحك وصالح للي جاي بكره. احلى صباح عليكم يعني. صباح. قولي بقى، متعودين يعني مع بعض ان احنا نقدم الكلمه مع الشعر مع اللحن مع الاغنيه، يعني عاملين فرقه مع بعض؟ فعلا احنا في اسكندريه مكونين فريق اسمه فريق كلمه ودندنه. بيتفق مع عنوان البرنامج او الموضوع اللي هو الارتقاء بالكلمه والنحو. اكيد اكيد يتفق يعني. اكيد، لان هم يعني دايما بنمزج ما بين الكلمه واللحن والصوت كمان اللي نقدر ان احنا نستمتع بيه، ده مهم جدا كمان في الفتره الحاليه. انا بس عايز اضيف نقطه، هي يمكن هذا الثلاثي طبعا في صديقنا الاستاذ محمد حجاب، الأستاذ فتحي والأستاذ عيد وأنا، كلنا طبعا إحنا أهواء لهذا العمل. أنا عايز أعرف بقى أنتوا اتجمعتوا إزاي يعني قولي كده. الأستاذ فتحي راجل بدرجة مدير إدارة حسابات، الأستاذ عيد حسابات أرقام بعيدا عن طبعا المجال مختلف تمام، الفن بيجمع أي حد صحيح وبيبقى داخل الإنسان، فأنا عندي هواية الشعر وهواية الموسيقى والقصة ومجموعة تشكيلة حاجات كده، واجتمعت مع الأساتذة طبعا الأستاذ عنتر والأستاذ عيد والأستاذ عيد موظف في أحد الشركات
وانا محامي جنائي. انتوا كنتوا اصدقاء الاول بقى ولا يعني الهوايه هي اللي جمعنا؟ جمعنا الهوايه اللي جمعكم الفن. جمعنا الهوايه دي. فيمكن ده دورنا احنا كسكندريين يعني بنحاول نرتقي بهذا العمل. معانا طبعا الاستاذ محمد حجاب من الفريق، ومعانا الشاب الصاعد محمد ابو حجاج ابن من جميل. الاصوات الجميله جدا. عاملين فرقه متكامله يعني والله الحمد احنا لله. يمكن حتى ظروفنا النهارده احنا بنتشرف النهارده يمكن قاعدين في القاهره لحد لان في امسيه بطعم الكلمه والدندنه برضو في نادي ادب مصر الجديده النهارده احنا هتقدموا فيها النهارده مضمون لله. طب قول لي الندوات والامسيات الثقافيه اللي ممكن تكونوا بتشاركوا فيها، هل بتختلف اختياراتكم لنوع الشعر او الكلمه اللي هتقدموها طبقا للمناسبه النهارده مثلا؟ فكرتوا فيها ازاي؟ جهزتوا لها ازاي؟ يعني احنا النهارده طبعا احنا جايين بنمثل، اولا احنا طبعا بنمثل على المستوى المحيط الضيق احنا بنمثل اسكندرية ومبدع الصغر وبنمثل البلد بحجم مصر. احنا بنعتبر الفنان هو وجهة البلد. شاركته خارج مصر البلد. مثلا في لا خارج مصر لا لسه. اوكي ان شاء الله باذن الله يعني تمام. على الله التوفيق. شاركنا خارج اسكندرية اسكندريه ما هي البدايه كده، وان شاء الله بعد كده نشارك كمان في مسابقات ادبيه خارجيه باذن الله. زي هرجع تاني واقول يعني بيبقى على حسب نوع الامسيه بنبدا ان احنا نجهز ونعمل بروفات مع بعض. اكيد. ايه اكتر الحاجات اللي انتوا دايما حابين ان انتوا توصلوها او ان انتوا تقدموها حتى للتعريف على نفسكم وعلى فرقتكم من خلال عمل معين؟ يعني غالبا بيبقى الغالب علينا المحتوى الوطني طبعا. بعد كده بيبقى برضو المحتوى اللي هو الاجتماعي اللطيف الخفيف. واخدين اسم للفرقة؟ نعم اسم للفرقة. الفريق كلمة ودندنة. كلمة ودندنة. طب عايز اسمع كلمة ودندنة دلوقتي. طيب هنقول كلمة ودندنة للبلد لمصر. احلى كلام. وده بيبقى احلى كلمه ودندنه. كاتب على صدر الوطن بالدم، ايه بعد ريحتك يا وطن يتشم؟ كاتب على سطر على صدر الوطن بالدم، ايه بعد ريحتك يا وطن يتشم؟ افديك بروحي والعيال والاهل، واحرس ترابك من رايات ابو جهل. والجهل علة يا وطن مش سهل، الجهل علة يا وطن مش سهل، واخد في وشه الخضرة واليابس، يلبت في جحر الديب ويتخابس، قالع وشوش البشر وتقول شيطان لابس، قالع وشوش البشر وتقول شيطان لابس ثوب الإيمان والبر بالكذب والتدليس، قتل اللي في الجامع وكنيسة القديس، عز النهار هدها يا ملعنك إبليس. من إمتى كان الوطن بيهم اي خسيس؟ افرد دراعك يا وطن، افرد دراعك يا وطن، وياك تشيل الهم ونموت تقوم، حطني بين الضلوع واهتم بابني اللي جاي كاتب على جتته بالدم، ايه بعد ريحتك يا وطن يا وطن يتشم؟ احلى كلام هو كلام الوطن وحب الوطن. ان شاء الله دايما قادرين ان احنا نعبر عنه بالكلمه وبالدندنه. نورتونا، بشكركم شكرا جزيلا.
استاذ فتحي واستاذ عيد واستاذ عنتر، بشكركم جدا وصباحكم مصري زي ما قلتوا، ومزيد من التوفيق باذن الله. شكرا جزيلا لحضراتكم. كمان بشكر كل اللي تابعونا. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، لكن بكره باذن الله فقرات جديده متنوعه دايما مع مصر جميل. شكرا.